المسألة الآن مسألة موقع معين، لا جغرافيا ولا حتى مستويات من التخصص، لا يوجد مستويات نحتاج لكل التخصصات، إنما في شيء الواقع أحيانا نفتقده هو الإطار العام الذي يجعل الاختصاص والإنجاز المبني على الاختصاص يصب في الطريق الصحيح. الدولة عادة، الدول الحديثة عادة تصنع الإطار، هي لا تصنع الواقع شيء آخر للمواطنين، أو لا يمكن أن تصنع شيء آخر للمواطنين، تصنع الإطار العام. على سبيل المثال تقول نحن نحتاج إلى خمسة طبيب كل 5000، إذا ما زال نحتاج في السنة القادمة إلى 50,000 طبيب جديد، لكن لا تستطيع أن تدفع الناس إلى الإطارات العامة التي يبنى على أساسها نهوض هذا البلد أو ذاك البلد. هذا الأمر الواقع يجب أن نعوضه، يعني يجب أن يوجد بيننا حتى من خارج النطاق الرسمي، يجب أن يوجد بيننا من يستطيع أن يجري الدراسات اللازمة من أجل الأطر العامة للنهوض الاجتماعي ليتكامل مع بعضه البعض. لا أتحدث عن الطب هنا فقط، في مجال الإدارة، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، في كل مجال من المجالات، التربية، يعني العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، نحتاج إلى أطر عامة. تخصصات إذا مشت في هذه الأطر توجيهات عامة، لا نستطيع الواقع أن نجبر أحد على أن يدخل في مجال وهو لا يناسب له. الأمر الثاني هو التواصل، نحن الواقع ضعيفين في التواصل، يعني إلى حد ما التشبيك، إذا صح التعبير باللغة الحديثة، ما هيك؟ أنتم بتحكوا عن التشبيك عن طبعا اختاروا العالم الافتراضي، نحتاج إلى التشبيك الواقع في العالم الواقعي أيضا، يعني في العالم الافتراضي وفي عالم الواقع نحتاج إلى تشبيك هذه الاختصاصات، نحتاج إلى تواصل أكبر من أجل أن يصب أحد هذه الاختصاصات ما العلاقة بين الهندسة العمرانية وتربية الأطفال؟ واقع هناك علاقة، ما هي؟ يعني هنا مختص بالهندسة العمرانية، أنا ما لي مختص بتربية الأطفال، أما بيبقى أنه فعلا إذا الهندسة العمرانية أوجدت شيئا مناسبا للأطفال في بلادنا في كذا، تكون قد ساهمت في عملية النهوض. أمر الثالث والأخير الواقع، لا نسترسل كثيرا في جلد الذات، يعني نحن مقصرون صحيح، متخلفون صحيح، ولكن ما زال أصبحنا على الطريق الصحيح. عندما يحتاج الغرب إلى هذه الأدمغة التي تهاجر إليه، هذه ليست سيئة. كان يحتاج إلينا الغرب عندما كان يرسل بأدمغته إلى بلادنا أيام العلوم فيقيمون ويدرسون ويتعلمون ويفيدون بلدانهم، يعني هناك الواقع إمكانية للاستفادة من هذه الظواهر، لأنك أنت لن تقول لشخص من الأشخاص أنه والله ما بصير تسافر أو يجب أن تبقى في بلدك وهو لا يجد عمل، لا يجد مجال لإعطاء بتخصصه، لكن يجب أن نستفيد منه وهو مهاجر ونستفيد منه وهو مقيم. في الحالتين يجب أن نصنع رؤية من أجل هذا وذاك. في أمر أخير كمان لاحظته الواقع في البداية يا إخوة، عندما يهاجر إنسان أو يشتغل إنسان، الواقع هذا شيء طبيعي جدا، أنه الإنسان يبحث عن لقمة العيش، يبحث عن اللباس، يبحث عن المأوى. رب العالمين الواقع اعتبر هذه الأمور أمورا أساسية جدا، لذلك يقول إن لك ألا تجوع، الآية والله ذكروني فيها إذا أخطأت، يعني ألا المعنى ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضحى، لا تبقى بدون مسكة، يعني أكد هذه الأمور الأساسية للإنسان أنه ضمنها له في هذه الأرض. فإذا إنسان حرم منها وبدأ يسعى لها، هذا مسعى بحق، يعني لا نلومه، يمكن أن يسعى من أجل طعامه وشرابه ومسكنه وأهله وصحته بشكل طبيعي في أي مكان يستطيع أن يحصل فيه هذه الحقوق بشكل طبيعي. هذا لا يعني أنه نحن نقصر في التخصص والتفوق، يعني هذا لا علاقة له بنا، إنما نتكامل مع بعضنا بحيث أنه إنسان يشتغل في هذه الصيغة كيف نستطيع أن نستفيد منه جميعا وهو يستفيد بطبيعة الحال منا جميعا، بحيث أنه نتكامل مع بعضنا بشكل أفضل. الله أعلم، أي خواطر هي ليست إجابة، يعني حتى لا تكون في هذا ال
الموقع الذي نتكلم فيه حول النهوض الحضاري لابد أن تكون عندنا بعض الخصائص التي فيها تكامل مع الغير ومحبة الغير، لأن الذي يجمعنا هو أننا أخوة في بني آدم، نحن كلنا إنسان. فقضية اللغة والخطاب الذي لابد أن نصوغه بالنسبة لهؤلاء الناس هو الذي سيجعلنا نتكامل. فإذا كنا نحن، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يقول في النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما كان الدين في شيء إلا شانه شهامة إلا زاد الأعطاد الوزن، وما نزع من شيء إلا شانه. فاللين يعني هو الخطاب، طبعا الخطاب لابد أن تكون هناك رؤية، أن يكون عندنا نظرة شاملة لوضعنا ولوضع الأوضاع الآخرين ومحبة الخير. نحن نريد دائما أن نتعارف يعني بالمعروف، نتعارف بالمعروف، فنحاول أن نجلب الآخرين إلى هذا الخير بالأسلوب المناسب. فإذا نحن لا ننظر إليهم من خلال التصادم، بل ننظر إليهم من خلال التكامل. فهذا الأمر أساسي لابد أن ننظر إليه من الآن بالنسبة للمستقبل. هل هناك تدخل آخر؟ نعم. معليش، يعني على ذكر الخطاب واللين في الخطاب، الواحد استوقفني آية معينة في القرآن الكريم غير عادية بالنسبة لنا. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل، يعني لمين؟ للكفار: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تفعلون. وسط ما هو يقول أن المجرمين عنده كذا وكذا وكذا، يجاريهم في كلامهم: لا تسألون عما أجرمنا، ولا يقول ولا نسأل عما تجرمون. يقول للكفار: ولا نسأل عما تفعلون. الواقع يجب فعلا أن نتعلم الخطاب الطبيعي، هذا الخطاب العادي، هذا ليس يعني مرتبة عالية التي يجب أن نصل إليها، هذه مرتبة عادية في الحياة اليومية، في العلاقات اليومية مع الآخرين. نحن الواقع ما نستطيع نقول يا أيها الكافر الذليل كذا كذا، أو يا أيها الإنسان الحقير، يا أيها الإنسان كذا، تعال ساعدنا ويجب أن تقف. ما هذا كلام الواقع غير منطقي وغير معقول في الحياة البشرية أصلا، ولا ينبغي الواقع أن ننساه في حياتنا، يعني علاقاتنا اليومية، وإلا لا نستطيع أن نتكامل لا مع بعضنا بعضا ولا مع سوانا وغيرنا، يفكر كثيرا بالطريقة نفسها. أما اليأس الواقع هو أحد الأسباب التي، يعني التخلص من اليأس هو أحد الأسباب التي تجعل الواحد يركز على أن الهوة في التقدم ليست مانعة من التقدم، ليست مانعة من الحضارة. يعني نحن الواقع هذه الهوة هي التي تثير اليأس. لما يقول النهوض يتخيل الصعود إلى القمر، لما نقول النهوض يتخيل صناعة شيء جديد. في جانب الواقع يجب أن نعلمه، وهذا أحد الأسباب التي باعتقادي تؤدي إلى مزيد من ثغرات الضعف في الحضارة الغربية. يعني الواقع نحن نتحدث عنها، أهلا يتحدثون عنها أكثر مننا في هذا الموضوع، يعني نحن مبهورين في إنجازها المادي، أما أهلا يتحدثون أكثر على أخطائها الفاحشة في كذا وكذا. هذه الأخطاء ليست قديمة، يعني بدأت تتراكم في القرن الميلادي العشرين، في القرن الماضي. أما ليش أنا نخشى منها وهي الواقع ضعيفة الآن إلى حد كبير؟ يا إخوة، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية فيها 30% من الأطفال لا يجدون ما يكفي لسد رمضهم، وهي أغنى دول العالم. إذا كان في الولايات المتحدة الأمريكية يحدث ما يحدث وأنتم تسمعون عنه من الواقع، التمييز العنصري ما زال قائما رغم إلغائه قانونيا منذ عشرات السنين. إذا كان في بلد كألمانيا الواقع كمان نفس الشيء، ممكن أعددكم يعني أمثلة لها لأول وليس لها آخر. يعني امبارح كانوا فخورين في حديث إذاعي سمعته وأنا بالسيارة كمان، الواقع كانوا فخورين بأن ما يسمى البيوت النساء، يعني التي
يتعرضن لإهانة في بيوتهن، يعني أصبحت موضع اهتمام من جانب الحكومة، كانت موجودة وليس لها اهتمام كافي، الآن أصبحت مع الزمن موضع اهتمام، ولكن لم تعد كافية، لأن عدد النساء التي يتعرضن للإهانة في بيوتهن والتعذيب أحيانا والضرب إلى آخره أصبح كبيرا جدا. يعني أوضاع الواقع من الداخل فيما يتعلق في الإنسان الواقع تهتري، في تعاملهم الدولي أوضاع الإنسانية نعرفها جميعا، نتحدث عنها أكثر من سواء، أما هم داخل مجتمعاتهم في ضعف، فمن أين اليأس؟ الواقع قضية اليأس تجاه التقدم التقني لا يوجد أي مبرر حقيقي لها. والآن يذكر يعني تحدثين عن يأس الشباب عندما يرون القوة التقنية إلى حد ما، وأخونا يتحدث عن هجرة الأدمغة التي تشير إلى أن جزء كبير عدد لا بأس به من الاختراعات والابتكارات في أمريكا الواقع يحملها شبابنا على عواتقهم، لكن الشيء الذي نفتقده هو الصيغة التي تجعل هؤلاء، أنا ما بقدر أقول لهم أعطيهم أمر رجعوا فيرجعوا، بدأ توجد لهم إمكانات الرجوع الكريم سواء في بلدانهم أو إلى مجتمعات شبيهة ببلدانهم، يعني مو ضروري إذا المغرب يرجع المغرب ممكن يرجع لبلد آخر مثلا، أو السوري يرجع لبلد آخر، المهم أن يجد بلدا يستطيع أن يعمل به بكرامة وأن ينجز. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الواقع مشاركته في الإنجازات الغربية ليس يعني أن هذه الإنجازات ستستمر وتتفوق ونحن سنخسر. نحن خسارتنا الحقيقية حاليا بأننا لا نستطيع أن نترجم منظومة القيم التي نملكها إلى واقع فعلي. هذا الجانب الذي يمكن أن يزيل اليأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في الخندق كان يبشرهم يعني بكسرى وملك وقصر الروم أو قياصرة الروم، عندما كان الواقع في أشد درجات هي في مكة المكرمة، يعني قبل حتى مرحلة المدينة والمعارك وإلى آخره، الواقع عندما بدأ بعض الناس يشكون يقول والله إن والله ستمشي ما بعرف إيش الضعينة من حضرموت إلى اليمن، أو الراعي لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، يعني كان يبشرهم بمجالات بعيدة جدا. فقضية الواقع اليأس عندما نحن ننظر إلى الإمكانات الموضوعية نقول أنه لا يوجد داعي اليأس، في فرق كبيرة. عندما للأسف نحن اعتدنا في خطبنا في كذا في كلامنا أن نقول يا أخي لا يجوز أن تيأس، ولو حدث معك كذا وكذا فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا، الأوضاع الموضوعية تشير إلى أننا نمشي على الطريق نحو في الاتجاه الصحيح. الشيء اللي تحدثت عنه قبل قليل أن هذا الجيل يحمل الآن المسؤولية، فإذا صنع أفضل مما صنعنا نتحرك إلى الأمام أكثر. لكن يا إخوة الواقع إذا أردنا أن نقارن بين هذه اللحظة التي أتحدث فيها وبما كان في بلادنا قبل 30-40 سنة، وهي ما زالت يعني على الآن خرجت من الاستعمار وما زالت تتقاتل وما زالت كذا، وضعنا الآن أفضل. يعني هناك محاولات جديدة طبعا لضرب بلادنا من جديد، ليش؟ لو كان الوضع سيء ما كانوا ضربوه. يعني لما نتحدث عن الربيع العربي بصورة خاصة المعاصر الآن وتوجيه الضربات واجتماع دول العالم على بلد صغير مثل سوريا، ليش؟ لأنهم يشعرون بأن تحرير إرادة الإنسان يمكن أن يغير الواقع، ليست قضية لا أسد ولا حكومة ولا نفط ولا كذا، هذه الواقع الأشياء الظاهرية. أما إذا الإنسان تحرر في بلادنا أصبح إرادته متحررة، يصنع ما يريد، يفعل ما يريد، علما، تقنية، إنتاجا، تخصصا إلى آخره، تتغير هذه الأوضاع. في الوقت الحاضر يوجد من يمنع بلادنا من التفوق، من التخصص، من كذا، يوجد أوضاع موروثة سابقا، ولا أتحدث فقط عن الأوضاع السياسية، يعني حتى أحكي بالسياسة بدون تردد، يعني معي ما يريدون، مو هذا القصد، إنما القصد الواقع مشكلتنا ليست فقط سياسية، حقيقة مشكلتنا علميا، مشكلتنا اجتماعيا، تربويا. يا إخوة يعني إذا كنا نشكو بعض الحكام في بلادنا بأنهم يفعلون كذا وكذا، ماذا يفعل الآباء والأمهات بأطفالهم داخل المنزل؟ ماذا يفعل الأساتذة داخل الواقع المدرسة؟ ماذا يفعل الأستاذ أو الشيخ في الجامع إذا كان الله خالفه أحد مريديه؟ يعني نحن الواقع تعودنا على أن نفقد إرادتنا وشخصيتنا، وهذا ما يخشى منه الآن.
أقول أنه نحن تقدمنا على هذا الطريق كثيرا، وأصبح الناس يريدون الواقع أن يكونوا أحرارا فيما يقررون وما يصنعون. هذا يجعل الواقع الخطر كبيرا على من يعتمد على معادلة الهيمنة والتبعية. والهيمنة والتبعية موجودة سياسيا، موجودة أمنيا، موجودة عسكريا، موجودة علميا، موجودة داخل بلادنا في البيت في المدرسة في كذا. الهيمنة والتبعية عندما نكسرها الواقع يتغير، الواقع كله ليس يتوقع مش بس يا أخوان. يعني ما أريد الواقع نسلسل أنا اللي بسكتني، يعني نذكر مثال بسيط ما. وآخر مثال من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، عندما انصرف بلال أحد أحد كان الوضع ميؤوس منه، ما هيك؟ أحد أحد أصبح شعار المسلمين في بدر، في انتصار بدر. يعني الفترة الزمنية قد نشعر بضغوطها لأننا نعيش داخلها، عندما ننظر إليها من خارجها ونرسل يعني نظرنا إلى الأفق البعيد الواقع لسنا في وضع السبع اليأس. والله كل ما أسمع أشياء، أنا من سوريا الواقع أتابع بشيء من التفصيل، كل ما أسمع أشياء جديدة من الشباب وكيف أصبحون يفكرون، ليس من المعارك، الشباب كيف أصبح يفكر. يعني كان في بداية الثورة في سوريا كان الواقع نادرا ما يسمع الإنسان، الآن نريد تأهيل، نريد إدارة، نريد كذا كذا كذا. لما عملت دورات توعية الواقع في هذه الظروف، يعني كنت تصوروا مثلا أنه في دوما الآن التي تقصف يوميا تقريبا، الواقع في شيء اسمه حملة بالعلم نرتقي، حملة واسعة في مدار المتفوقين في سوريا بالبكالوريا كانوا من دوما، المحاصرة المخورة المضروبة، لا يوجد ما يسمي الياس. يعني أنا مستبشر الواقع بيجي المستقبل، بس بخاف أحكي أكثر من هيك تنغروا بحاجة وتبطلوا تشتغلوا. لا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفق على الطريق الصحيح. آخر سؤال قبل الصلاة، وأنا أدعو الجميع أن يعودوا إلى هنا لأن عندنا يعني فترة ثانية للحوار ستكون مثمرة إن شاء الله. لا والسؤال كان كيف بدل يعني مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يساهم في إعادة تشكيل منظومة القيادة السائدة في المجتمع؟ أنت تحدثيني عن ذلك أكثر مني. يعني أنا ما القصد في الموضوع أختي بكل بساطة الذي يستوعب الإعلام البديل الشباب أكثر من الجيل الماضي. يعني أنا أشتغل بالإعلام بما في ذلك الإعلام البديل بحكم المهنة، أما من ناحية الواقعية الذين يستوعبون ذلك استيعابا صحيحا قادرين على أن يتعاملوا معهم هم الشباب، وهم يرصدون ماذا يصنع الإعلام البديل بشكل ما يكون عندهم شيء من الوعي. فإذا كان عندك أفكار معينة طرحيها خليني أستفيد كمان. طيب أنا ممكن أنا اللي قصده من الموضوع هو أن الإعلام البديل خاصة الفيسبوك حاليا أصبح الواحد مثلا ممكن أننا نقول أنه بات يشكل قوة ضغط وبات يساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل المشهد السياسي. يعني بحيث أن هناك قضايا كانت مخفية بشكل كبير الإعلام الآن كشفها وبرز يعني المساوئ ديالها، بحال مثلا يعني هناك قضايا كثيرة بحال مثلا قضية البوعزيزي في تونس، يعني قضية واحدة كانت بشكل بسيط بسبب الصور وبسبب ما نشر في الفيسبوك وبسبب الضجة اللي قامت ثورة على قطر. يعني هذا هو القصد. سلوكنا أيضا وليس فقط منظومة القيع، وكمان الحادثة الأخيرة في المغرب بدأت تتفاعل شعبيا على أوسع نطاق، علما بأن المعلومات الموضوعية المتوافرة عنها الله أعلم، يعني ما نستطيع نجزم هل نقل لنا الإعلام البديل 100% صورة صحيحة أم غلط. وهي الواقع من التحديات الكبيرة أمام الجيل الجديد، لأن الإعلام البديل شيء جديد. نحن أنا أذكر عندما ظهر التلفزيون أو بدأت الشبكة العنكبوتية الإنترنت بالظهور، الواقع كان هذا تحدي كبير حتى يستوعبوه الناس ويستوعبوا كيف يتعاملوا معه.
كيف يتعاملون معه. فكان فعلا احتجنا لفترة من زمن. يعني أنا مثلا أذكر أنه بلد كالسعودية الشيوخ حرموا التلفزيون، انتشر التلفزيون، حرموا الإنترنت، انتشر الإنترنت قبل منا كانوا الراديو، وهكذا. الواقع هذه كلها وسائل، وسائل جديدة، وسائل تقنية جديدة، إذا أحسننا توجيهها يمكن أن نستفيد منها، وإذا أسأنا التعامل معها يعني تسبب أضرار. لكن هذا لا يسري فقط على الإعلام البديل، يسري على كل وسيلة على الإطلاق، الإعلام القديم والإعلام البديل بأن واحد، ويسري أيضا على الوسائل الأخرى. يعني السينما مثلا عندما ظهرت أيضا كمان كانت شيء جديد أثر كثيرا على الحقيقة. العنصر الأساسي بنظري في مسألة مواجهة هذه الوسائل بشكل صحيح هي الإنسان نفسه، الفرد. يعني درجة الوعي التي عندك تستطيعين أن من خلالها أن ترفضي أو تقبلي. باللحظة اللي يكون ليس لديك معرفة ووعي بصير ممكن كل شيء يقال تصدقيه، وكل شيء يقال تتفاعلي معه تفاعل خطأ. فالمعرفة والوعي، المعرفة بمعنى المعلومات، والوعي الربط بين هذه المعلومات، اتخاذ موقف، يعني معرفة ما وراء هذه المعلومات. عندما يتوفر المعرفة والوعي على المستوى الفردي لا يضرنا الواقع وسيلة جديدة، وإنما بالعكس نستطيع أن نستخدمها استخداما هادفا يوصل إلى نتيجة أفضل. أنا في اعتقادي الإعلام البديل ما زال في بدايته، لأن الشيء الجديد الذي يتوقع للتقدم فيه، التقدم التقني فيه، هو الربط ما بين الوسائل الشبكية والوسائل التقليدية التي أصبحت تقليدية وهي ليست قديمة جدا، من التلفزيون وسواه. الواقع بدأ الربط ما بين التلفزة والبث الشبكي، فنحن أمام ثورة إعلامية جديدة من كل المجالات، منها مواقع التواصل الاجتماعي التي بلغت يعني تسيطر أو بالأحرى المشاركين فيها بالمليارات وليس بالملايين، يعني نصف البشرية موجودة في مناطق التواصل الاجتماعي. في شيء كان مكتوب لكن يمكن ما ذكرته في تقريبا في هذا الإطار. نحن الآن أهم الأشياء التي نحتاجها في التواصل في البناء الحضاري أو في النهضة الحضارية هي التواصل، وهي وسائل التواصل إذا أحسننا استخدامها. طبعا لما نحن لا نستخدمها إلا من أجل أحاديث تافهة، مواضيع تافهة إلى آخره، لا نستفيد منها. أما الشباب يستطيعون الواقع من خلالها وتتيح مجالات. يعني لما لديك غرف مغلقة مثلا، لديك مجموعات تستطيع تتحكم من يدخلها ومن يخرج منها، لديك كذا، تستطيع أن تتصل بأناس يفكرون بنفس التفكير أو لهم نفس الاختصاص على مسافات بعيدة. نحن معظم الوسائل الحديثة التي ظهرت استخدمناها بعكس المقصود منها أو الإمكانات التي توفرها. أنا أذكر بوقت يعني اللي كان يمكن الإنترنت ظاهرة 10 سنوات تقريبا، كتبت دراسة لمركز الحضارة في مصر في يعني كيف نحن الواقع. مثلا الإيميل، ظهرت الإيميل وأصبحت وسيلة أسرع للتواصل، بدل أن نستخدمها بأن تكون لنقل الأفكار أصبحنا ننقلها الواقع بحديث سخيف الواقع، لا توصل، لا تسمن ولا تغني من جوع. الآن مثلا ما يسمى المؤتمرات عن بعد، وسيلة المؤتمرات عن بعد، أنت عندك وسيلة إنترنت، واحد عنده وسيلة نفسها في آخر الدنيا تستطيع أن تصنع معه إما مؤتمر علمي أو حديث سخيف. فإذا صنعت مؤتمر علمي ممكن تخدم اختصاصك تخصصك، وإذا حدث يعني ممكن تصنع شيء آخر. الأشياء التي أصبحت موجودة الآن في الإنترنت من معلومات، من مصادر معلومات، ما أريد أقول تغني عن الكتب، لكن من الناحية الواقعية فعلا ما كل شيء تستطيع أن تطلع عليه. فلما قضية من القضايا، قضية سورية ولا قضية فلسطين ولا أي قضية أخرى، أردت أن تعرف الخلفيات بتاعها تستطيع الواقع. المشكلة التي مطروح عند الناس المتخصصين في الإنترنت أو في الشبكة الواقع التي يذكرونها، أن المعلومات في الإنترنت كثيفة إلى درجة كبيرة جدا، ولا نستطيع أن نميز الخطأ من الصواب فيها إلا بشيء من المعرفة المبدئية. معنى ذلك يجب أن تكتسبي المعلومات الأساسية من مصادر مضمونة،
فعندما يأتيك شيء جديد بوسيلة اجتماعية أو بأي وسيلة أخرى، لغة تستطيع تقول هذا خطأ وأرفضه. أما لما لا يكون عندك أصلا معلومات أساسية، وقتها يعني يصاب بالضرر. لذلك أقول المسألة الواقع منوطة بالفرد. الفرد عندما يربي نفسه على المعرفة والوعي والتوازن الحقيقة، ويكون عنده معايير ثوابت، يعني في معايير، مثلا لما يتكلموا عن بعض، يعني في كثير من الناس بيتكلموا، يعني ينشروا، ما أقول فضائح، إنما ينشروا معلومات ليست خصوصية، ليس لها علاقة بالأمر، يعني ليس لها علاقة بالآخرين. الواقع هذه نحن من ثوابت يعني قيمنا أن نرفض مثل هذا النشر، يعني الأشياء الخصوصية لا تنشر سواء صارت على شكل صورة ولا على شكل كلام. فإذا واحد بعتلي برفض استقبله، أو بسموها بلوك، يعني أحجزه بأمنع أن يتصل بي إلى آخره. فيمكن الواحد يتصرف، بس يكون عندنا ثوابت معلومات وعي، يعني هي عناصر بعتقد كل فرد يستطيع أن يكتسبها بجهده الخاص، ويستطيع أن تساعده في قضية مواجهة الإنترنت. كان في سؤال ثاني أنا نسيته، وهي النسيان عندي مشكلة والله. كيف أصبح مفهوم الإسلاموفوبيا كظاهرة في الأوساط الغربية يصيب الشباب المسلم هناك بتسميم سياسي؟ يعني اولا الاسلاموفوبيا او الخوف المرضي من الاسلام، اذا صح التعبير، لانه ليس خوف له اعتبارات حقيقيه، هذا قضيه تاريخيه ليست قضيه جديده، قضيه قديمه جدا. يعني من اغرب الاشياء انه لما بيحكوا عن الشيوعيه يرجعوا لمصادر الشيوعيه في الغرب، في الجامعات، اتحدث عن يعني الصحف والاعلام، يرجعون إلى المصادر الشيوعية ماذا قالت عن الشيوعية. صادفتني بالدراسة أثناء الدراسة موضوع الشيوعي، والله رجع لما كتب لينين مبارك إيش، وللموسوعة السوفيتية في تلك الفترة لما أتى الإسلام، أعطوني يعني نصحوني بعشر 15 مصدر ولا واحد منهم مكتوب باسم إسلامي. فيوم يتعلمون الإسلام من بعضهم بعض إذا صح التعبير، أو من المستشرقين وما تركته الكنيسة خلفت، فنشرت الخوف من الإسلام لأنه نشروا الواقع معلومات مغلوطة 100%، يعني معلومات لا تصدق، يعني إنه عاقل يصنعها مو الإسلام نفسه. يعني فالنشر كان واسع النطاق. المسلمين اللي ذهبوا إلى الغرب، الطبقة كانت على المهاجرين يعني الغرب من المسلمين من بلاد الإسلامية كانوا نوعين. النوع الأول كان فقط عمالة للشغل فقط، ولم يكن لديهم يعني معرفة كافية ليواجهوا الأوضاع البسيطة اليومية بغض النظر عن قضية التخويف من الإسلام. فبعد ما أتى الواقع القسم الآخر، الموجة الأخرى، موجة الطلبة، كان معظمهم شيوعيون شيوعيين متغربين إلى آخره، ليس بينهم الإسلاميين، كانوا يعني يعدون على الأصابع، يعني اسمه ريو يدافع عن الشريعة ويقول تصلح للغرب أيضا، وكان هذا جوابه على كتاب البروفيسور الآخر. لأردت أقول الواقع لم تعد الأمور كما كانت قبل 40 سنة ولا 50 سنة. الآن أصبح الناس منها من أسباب ذلك التواصل، والتواصل الاجتماعي والإنترنت يعطي لها فوائد معينة، والتواصل المباشر، أصبحوا مدركين بأنه في خطأ كبير حدث، والتخويف من الإسلام ارتد عليهم بأضرار كبيرة بالأحداث التي تجري، وأصبح هم يبحثون عن وسيلة من أجل هلا مثلا في بلد في دويسبورغ في ألمانيا، كانوا لا يرخصون للمصليات والمساجد إلا بالفناءات الخلفية، يعني تكون بعيدة عن الأنظار، لا يمكن أن تكون في شارع رئيسي ولا كذا. الآن سياسة رسمية بالبلدية أنه هي تعطي أراضي للمسلمين إذا أرادوا أن يبنوا مسجد في مكان منفتح للناس، لكل الناس، بشكل أن الناس يصبحوا قادرين على التواصل ويتعرفوا على الإسلام بشكل مباشر. مشكلتنا ليست مع ما يصنعه الغربيون في التخويف من الإسلام، مشكلتنا مع أنفسنا، أنه نحن الواقع لا نعرض الإسلام بشكل كافي، بشكل اللائق، بشكل الواجب. لذلك سؤال الواقع أنه ماذا يصنع، ماذا يجب أن يصنع المسلمون، أما أن الواقع قائمة كبيرة جدا من الواجبات للأسف مقصرون بها.
اللي ارجوه انه الشباب الجديد يصنع شيء اخر، وفعلا بداوا بهذا الاتجاه، يعني كثير من الشباب كانوا ينتظرون انه الاقدم بالعمل الاسلامي يقول لهم ماذا يصنعون، الان تمردوا والحمد لله، ولكن ادعو لا تمردوا يعني بمعنى ان يصنعون شيئا جديدا، صاروا يصنعون اعمال من تحت عنوان التشبيك، على سبيل المثال في منظمه شبابيه تقوم بسباق للشعر باللغه الالمانيه. بين المسلمين وغير المسلمين بس بالدرجه الاولى المسلمين. يعني هي ماذا تصنع هذه المنظمه؟ الواحد تعمق العلاقات بين الناس عن طريق اداه ادبيه ممكن استخدامها، المسلمون لا يعرفون او العمل الاسلامي كان لا يعرف الا المحاضره والندوه والمؤتمر، قال الله وقال رسوله وقال الائمه المجتهدون. اما ان يعرفوا ان يخرجوا من هذه النقطه الى العالم ويقدمون اشياء تفيد بشكل مباشر وتتفاعل مع الواقع، هذا ما زال بعيد كل البعد عنهم. اما الناس الاخرين الشباب الواقع بداوا يخطون الخطوات الاولى في اعتقادي في الاتجاه الصحيح، ان يخرجوا من القوقعه التي سميناها العمل الاسلامي. معليش انا الان ما حدا عم يسمعني غير أسمع. وانت لا تفسد علي، يعني بيرجع بيزور المانيا احيانا اذا حدث بما اتحدث به مشكله. يعني يجب أن نطور أنفسنا. العمل الإسلامي بالشكل الذي بدأ به قبل 50 سنة صنع الصحوة الإسلامية في الغرب، لا ألومه، ولكن أصبحت الصحوة يعني مثل ما تقول علمنا الشباب الصلاة صلوا، علمناهم الصيام صاموا، علمناهم يذكروا الله، علمناهم عن قاعدة القيام والقعود يذكرون الله عز وجل، علمناهم كذا وكذا، لكن ما تحدثنا معهم على الإطلاق ما هي العلاقة بين العامل ورب العمل، ما تحدثنا معهم على الاطلاق، ما صنعنا لهم ندوات حول قضايا من هذا القبيل، قضايا اليوميه التي تمسهم. نتحدث عن الشباب لا تنظروا غضوا بصر الى اخره من الاشياء هذه معروفه في المانيا وفي غيرها من البلدان الغربيه. الواقع لكن لا نحدثهم عن كيف ينبغي ان تكون العلاقه الطبيعيه بين الجنسين. يعني اول ما اشتهدوا شهروا فصل النساء على الرجال، يجلسوا بالرفق هيك فتره بعد تقدم العمل الاسلامي واصبح عدد كبير، فصلوا النساء على الرجال، لا النساء استفادوا ولا الرجال استفادوا من هذا الفصل، وحتى الان الواقع بداوا يتحدثوا الان انه يرجعوا الى الوضع الطبيعي، على سبيل المثال يعني كانما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لم يفصل النساء عن الرجال في المسجد او في اي مكان اخر كان يتكلم بهؤلاء، وهؤلاء كان لا يعرف الاسلام ولا يطبقه تطبيقا صحيحا. فالعمل الاسلامي نفسه والناس المسلمين هم الذين يجب ان يبتكروا، واعتقد انه هذا الجيل الشباب بدا يبتكر طرقا جديده للتعامل مع ظاهره الخوف المرضي من الاسلام ومع غيرها من الظواهر التي واقع تسيء للمسلمين كثيرا في بلاد الغرب. جزاك الله خيرا. هناك سؤال بالجار، جار سليم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يوسف يعقوبي طالب صحفي في المعهد العالي للاعلام والاقتصاد السنه الثالثه. المجال الاعلامي الذي تكلمت عنه. سؤالي سيتحور حول سؤال طرحه قبل قرنين عده علماء، عبد الرحمن الكواكبي، الشيخ محمد عبده، جمال الدين الافغاني، لماذا تقدم آخرون وتأخر المسلمون؟ هذا هو السؤال الحضاري الكبير. كذلك طرحه علماء من قبيل ومفكرين من قبيل مالك بن نبي المفكر الجزائري رحمه الله عليه. هذا السؤال أين نحن منه؟ يعني جيل النهوض الحضاري كما عنونت المحاضرة، جيل النهوض الحضاري أين نحن منه؟ هل أجبنا عنه بعد 200 سنة؟ يعني بعد مرور قرنين تقريبا من طرف المفكرين الذين سبق ذكرهم. وهل الإجابة عن السؤال لماذا تقدم غيرنا وتأخرنا هل هو كفيل بالنهوض الحضاري أم يلزم عمل فقط؟ أم يلزم عمل بالإضافة إلى الجواب عن السؤال، يعني أجاوب عليه عمليا وإجرائيا؟ يعني هناك أمران في هذا الموضوع الحقيقة. رقم واحد، نحن كنا ندرس الكتب ولكن لا نربطها بالواقع. يعني كنا نتعلم العلوم ككلمات وليس كواقع، وهذا الشيء من القرآن الكريم المفروض أننا نتعلم بأنه غلط. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اعتبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني هذا موضوع الواقع موضوع أساسي جدا، أنه يقترن الكلام بتاعك والتوجيه بتاعك بالواقع. نحن عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال أنه مازح امرأة عجوز فقال لا تدخل العجوز الجنة،
لا ننقل هذه العبارة، وحتى لو حكينا فيها بخطبة الجمعة لا ننقلها لواقعنا. والله إذا مازح امرأة يمكن زوجتي بتسبب لي مشكلة جديدة. يعني هناك الواقع أمور يجب الحقيقة أن ننظر فيها نظرة من واقعية عملية. أعتقد سواء بالنسبة لمسألة النهوض، إن كان مالك بن نبي كتب من زاوية أخرى شروط النهضة ومشكلة الثقافة، يعني هو أخذ المدخل الثقافي للإصلاح. نعم، يعني انتقل من مسألة لماذا إلى مسألة كيف ننهض، فهذا خطوة كبيرة جدا. يعني أما الواقع العملي أنه نحن الواقع كنا ندرس هذه في مناهجنا بعيدا عن الواقع، كما ذكرت قبل قليل نتعلم الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره إلى آخره، ولا نتعلم كيف نتعمى أنه الإسلام معلمنا ذلك. يعني المادة موجودة كثوابت وغيرها موجودة في الإسلام، لكن لا نعلمها الواقع، لا نتعامل معها، نتعامل معها فقط في خطبة الجمعة أو نتعامل معها في الندوات الإسلامية دون أن نتعامل معها في واقع المسلمين. أن نجمع الشباب ونقول إن حتى قضية الشباب يمكن تكون أكبر من سواها في هذا الموضوع بالضبط. يا أخي، أنا أول ما كتبت في هذا الموضوع كان تعليقا على مؤتمر في القاهرة، والشيخ القرضاوي من أفضل من أعلم في الوقت الحاضر، وهو كان الواقع الشرف يعني من حرك العقل المؤتمر من أجل توعية الشباب بما يجب عليها في هذه الظروف يعني القاتلة على المستوى الحضاري وعلى غير المستويات الأخرى. المؤتمر انعقد مرتين في سنتين، السنة التالية حضرته حوالي 300 عالم، وتحدث فيه والله ما أدري يعني عشرات يعني على مدى عدة أيام، ولكن لم يكن واحد من الشباب موجودين، أو لم يسمح له بالكلام، يعني بمعنى لم يلقي، لم يتحدث شاب من الشباب، يعني من جيل الشباب، لم يتحدث عن المشاكل التي تعترضه. فكيف يمكن الواقع أن نعالج المشكلة؟ نعالجها معالجة واقعية، بمعنى أنه الذي صاحب المشكلة هو ممكن أن يتحدث عنها، يقول أنا أعاني من كذا، أرى كذا، رأيي كذا. هذا كل الواقع ما كان موجود، ما كان موجود في طريقة عملنا الإسلامي وطريقة تفكيرنا الإسلامي في كتاباتنا. لذلك الكتب التي ذكرتها حفظناها على ظهر قلب، طبائع الاستبداد الواقع كلنا نعرفه، بعضنا يقول نعرفه يمكن ما قرأه، عرفتوا كيف؟ أما بالنسبة لنا رمز أنه هذا كتاب الكواكبي، يعني في عصره تحدث عن الاستبداد بكل مجالاته وقال كيف ينشأ وكيف يصبح الأخطبوط والفساد ينشأ مع الاستبداد إلى آخره. نستشهد بأحيانا نقلا واحد ينقل عن الثاني حتى لو ما قرأ الكتاب، فنعتبر أن مجرد معرفة بالكتاب هي العمل، إنما المعرفة الحقيقية إن كيف تستطيع أن تنظر بهذه المعاني وتطبقها على الوقت الحاضر. الكواكبي كان يتحدث عن وضع كان قائما قبل 100 سنة، الوضع الحاضر مختلف، مو مختلف من حيث الجوهر، الجوهر نفسه يعني مختلف من حيث الوقائع. فإذا أنا بدي أتحدث عن مثال ما بدي أجيب مثال جابه الكواكبي، فيجب أن أنقل الفكرة من بطون الكتب إلى الواقع المعاش اللي نحن نعيشه واللي نحن نتعامل معه، عندما نستطيع أن نخطو خطوة أولى. ويمكن آخر كلمة أنا ذكرتها في الموضوع اليوم، وهي كما آخر كمان بالنص المكتوب، الآن جيل النهوض مرشح، نسميه جيل النهوض لأنه يحمل مسؤولية العمل للنهوض، أما إذا لم ينهض بها سيأتي واحد منكم من الحاضرين أو غيرهم يكون صار عمره 70 سنة ويجلس في مثل هذا المكان ويتحدث لماذا لم نعمل. شفيكي ستتكرر الدورة من عهد الكواكب حتى الآن تتكرر. إذا لم ننتقل من كلام عن النهوض إلى فعل النهوض لن نخرج من هذه الدائرة، هي حلقة مغلقة لا يمكن أن نخرج منها إلا بالعمل. فإذا بدأ العمل، طبعا بدأ العمل مع هناك العلم، المعلومات، المعرفة، الوعي، ثم هنا التخصص والتواصل من أجل التكامل، وهناك الرؤية المشتركة التي يجب الواقع أن نكون متوافقين عليها بكلياتها الكبرى ليس بتفاصيلها. يعني في أشياء معينة التي يحتاج إليها حتى نستطيع عندما يشتغل واحد في الشرق يكمل العمل اللي يشتغل آخر في الغرب، عندما يشتغل في الدعوة الإسلامية يكمل الشخص الآخر اللي يشتغل بالطب إلى آخره، حتى نكمل بعضنا بعض. فهذه الخطوات العملية
في فرق كبير يا اخي. انا حضرت مؤتمرات جالسا على المقاعد مثل ما انتم الان حاضرين، وبعد ما خرجت قلت له لاخونا والله هذا كلامه كان كثير جميل، انتهى واجبي. لا، الكلام ليس هو المهم، الكلام شيء مهما كان مهما بلغ من البلاغه شيء، والعمل شيء اخر، ولا يصل الى مستوى العمل على الاطلاق. الذين يتكلمون لا يمكن ان يغنوا عن الذين يعملون، بالعكس العاملون هم في المقدمه وليس الذين يتكلمون، هذا المفروض ان يكون. انت سكتني اذا طولت. لا مش الحال، فقط يعني انا حببت ان قبل ما اعطي الكلمه للاقسميه ان اذكر بان كلنا نعلم بان حفظ القران جميل، ولكن اجمل من حفظ القران التخلق بالقران. اذا هذه منهجيه هي موجوده عندنا، نعملها ونصنعها في كل مجال من مجالاتها معنا، فنحن في كل مجال نستطيع كذلك ان ننظر كيف يمكن ان نترجم هذه القيم في المجال العملي، وسيكون في ذلك سباقين، ويكون هناك كثير من مجالات الابداع. كيف يمكن، ما هي المنهجيه التي يمكن ان نتبعها كي نصيغ هذه الرؤيه، يعني هذه الرؤيه المربوطه بالواقع، يعني كيف يمكننا ان نصيغها اليوم يعني بالمعطيات يعني التي نعيش بها؟ بدي عندك شيء بس ما له علاقه بسؤالك مباشره، معليش. من اغرب الاشياء اللي بيأتوا لالمانيا او للغرب عموما، بياتي واحد بده يدرس طب وما بيعرف لا اللغه ولا شيء، بيروح بيدرس اللغه، ما بيعرف فين الجامعه الافضل بيسال عنها ويصل اليها، ليس لديه مصادر بيجيب المصادر. كل شيء بيسويه فيما يتعلق بدراسه الطب التي جعلها هدفها يكتشف هذه الاشياء كلها غالبا لوحده، لكن قضية الرؤية أكبر من ذلك. يعني هذا مثال بسيط بس أحببت أبدأ به، لأننا نحتاج فعلا إلى خطوات عملية، وبعدين لا نستكبر الأمر كثيرا، هو كبير. قضية الرؤية الحضارية الشاملة العملية التي يحتاجها المسلمون وتصبح تقريبا مرجعية لهم في أمرين، في أمور أساسية موجودة بالقرآن الكريم وغيره، يعني بيقولوا بالحديث يعني ممكن أن نستخرجها ونصنعها، ويوجد شيء كمان الواقع نشتهي فيه حسب ظروف الواقع الحالي. أنا لا أرجع الحقيقة لكتابات العلماء الأقدمين في هذه الرؤية، في هذه القضية، قضية النهوض قضية عصرية الآن تحتاج إلى شيء، رؤية معاصرة، فالرؤية المعاصرة هي نحتاج إلى إبداع فيها. طيب كيف تبدأ هذه الأمور؟ هلا لما نتحدث الان عن الرؤى الغربيه التي بدات بفلسفه الانسانيه، يعني بدا فيها مثلا يقولون بانه مؤسس الفلسفه الانسانيه شاعر، نسيان اسمه بس مكتوب عندي اذا احتجتوا لي، شاعر كتب بقضيه الانسان، قضيه الانسان، الثاني الواقع كمان بعد حوالي 200 سنه كمان عم يكتب بقضيه الانسان، بداوا يكتبون، يقرا فيكتب، مو فقط يقرا. الأمر الثاني يتحدث، تهم القضية، يبحث. هلا شو اسمه هذا فولتير تاع فرنسا لما تحدث عن قضية انه والله ودافع عن رأيك وعندي استعداد أن أموت، وما كان عنده استعداد مصحي أنه أموت من أجل أنك تقول رأيك بحرية، الواقع بس كان يدخل يعني يدخل الأماكن التي يجب أن يتكلم فيها، يبلغ، يدخل السجن، يخرج من السجن، يعني كان يتحرك مو كان يتكلم. فبدأت الحركة بهذا الشكل، يلي سمع فيه من مكان آخر بسويسرا أخذوا لعنده أقاموا عنده حتى يهرب من بعض الأمور، يعني وهكذا، فبصير تفاعل. الخطوة التي تجعل تفاعل من أجل إيجاد رؤية هي الخطوة العملية وليست الكلام. لو مثلا أنا دعيت إلى مجموعة أقدر بأنهم يستطيعون وضع الثوابت الأساسية في هذه الرؤية ويتحركون، دعيت 5 أشخاص وكان ناقصين، هم بيعرفوا ناس اخرين، فيمكن ان يتسع المجال. اخطانا بهذه المجموعه 5، يسمع فيها واحد يتحدث معنا، يعني عم بحاول اذكر شيء هو ما ممكن يذكر لانه الخطوه العمليه ترجي. انت اذا خطوتي خطوه عمليه في هذا الاتجاه تبدا المشكلات بالظهور فيجب حلها، يبدا النقص فيجب تلافيه.
أما إذا ما بدأنا العمل يبقى كل على كلامنا نظري، ممكن أكتب عن الرؤية وأنا كاتب عن الرؤية كثيرة، لكن كل هذه الأشياء نظرية، نظرية لا تتحول إلى واقع إلا عند الخطوة العملية الأولى. فإذا أردنا أن نعممها على سبيل المثال، لكن عم نحكي عن الإعلام البديل، نصنع مجموعة في الإعلام البديل بهذا العنوان على سبيل المثال، ممكن واحد يرفض ممكن واحد يقبل، يتطور الأمر تدريجيا إلى عمل، والعمل يبدأ دائما صغير. لا نستهين به يا إخوة وأخوات، يعني الجالسين في هذه القاعة أكبر من العدد اللي كان في دار الأرقام أبي الأرقام، وبدأ بها العمل. ما هو شيء يعني ما هو شيء ضخم أنه لا نستطيع أن نبدأ فيه لأنه عددنا صغير، لأنه والله ما عندنا إمكانات، كان ما عندهم إمكانات، لأن الدنيا من حولنا مظلمة، كانت الدنيا مظلمة من حولنا أكثر من الآن إلى آخره. إنما الخطوة العملية هي التي تتحرك، هي التي توجد العمل، الله أعلم. عبد الله. عبد الله اشتغل. السلام عليكم. اسمي عبد الله. سندخل نتكلم عن الحضارة، لكن ما هي الحضارة؟ وحضارة من؟ نحن كمسلمون نود دائما أن نصل إلى حضارة الغرب، دائما منعزلون لا نحسب نفسنا من العالم. فالحضارة حضارة إنسان، إنسان نحن كلنا، كل الإنسان يصنع حضارة واحدة. أنا أقول أنه كانت هناك حضارتان للآن، وهذا وقت ظهور الحضارة الثالثة. الحضارة الأولى كانت حضارة روحية، حيث الإنسان كانت له قيم روحية، كان يعيش متناغما مع كل الناس ومع الطبيعة. وقامت الحضارة الثانية على الحضارة الأولى، وهي حضارة مبنية على المادية، حيث كل تطورات الإنسان قامت على المادية، وفيها رأينا أن أعتذر عن ركاكتي في اللغة العربية وترجم حتى أتكلم. كان تدمير للطبيعة ولكل ما يوجد. الآن هو وقت تلاحم الحضارتين وخلق حضارة ثالثة، حضارة مادية مبنية على الروحية، كي يكون الإنسان متمتعا بهذا التطور التكنولوجي والمد، وفي ذات الوقت هناك رقي روحي. وشكرا. يعني اعتقد اني فهمت ماذا تقصد، وان كنت لا التقي معك في معلش يعني ما اعتقد امكانيه الفصل في اي حضاره بين الجانب الروحي والمادي فصلا كاملا. يعني الحضاره التي تغلب فيها الامور الروحيه تغلب فيها الامور الماديه ممكن، انما ان نقول بانه في حضاره روحيه وحضاره ماديه والان يجب ان نجمعهما، اعتقد النظره فيها شيء من مبالغه في تصوير الامر. يعني اولا اذا كان المقصود الحضاره الاسلاميه، الحضاره الاسلاميه كانت حضاره ماديه. يا اخي من اوائل ما انزل القران الكريم مثلا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا الى اي بعدين، اما قبل منا مثلا ويل للمطففين اي مكيه، يمكن تتعلق بالميزان، تتعلق بالتجاره، الايتام، الرعايه، الى كل هذه الاشياء الماديه بدا نزولها في مكه، يعني من اول من بدا الاسلام، وفيما بعد اصبح في نوع من التقنين لها كيف ينبغي ان تطبقها عمليا. اما النواحي الماديه نواحي اساسيه جدا في الاسلام، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في كل هذه الاشياء الواحد. الجانب المادي في الحضارات جانب اساسي جدا، عندما يطغى لفقدان القيم التي تضبطه، مو لانه يعني لما يكون الجانب الروحي والقيم ضعيف او مفعوله اصبح ضعيفا،
حضارة غربية أيضا بدأت بالقيم، ما بدأت الواقع بالجانب المادي، يعني الناحية الواقعية ما بدأت فقط بالجانب المادي، إنما الناحية الواقعية عندما يتحدث فولتير عن الحرية، يتحدث كانت أيضا عن العقل، يتحدث استخدام العقل إلى آخر، كلهم كانوا يتحدثوا عن الجانب الروحي والعقلاني والحريات والحقوق، لأنه في تلك الفترة كان الاستبداد شديد، فبدأوا يتكلمون بهذه المجال تحرير الإنسان. أنا في نظري في اعتقادي، ما أعوذ بالله من كلمة أنا يقال دائما، يعني الاعتقاد اللي أميل إليه هو أنه الواقع الحضارة تجمع بين الأمرين، فإذا كان هناك توازن كانت الحضارة في صعود، وإذا فقدت هذا التوازن سواء للصالح المادي أو الصالح اللي عم نسميه روحي بدأت بالهبوط، لا يمكن. فالتوازن هو الأساس وليس فقدان جانب من الجوانب، والله أعلم. فلا أؤمن بوجود حضارتين، إنما نحتاج الواقع الحضارة المتكاملة، وفي نظري أن الإسلام يطرح هذا الأمر وليس بعيدا عنه. أنا إن شاء الله نبدأ بفكرة كنت قلتها في يعني جملة كنت قلتها في آخر المحاضرة ولا في آخر الإلقاء، هي انطلاقا من الشباب كيف أصبح يفكر، وهي تقريبا نفس الفكرة اللي قالها عبد الله. القضية يعني كيف الشباب أصبح يفكر هي قضية محورية، لأن الإنسان كما يعني إذا بغينا نأسس حضارة لابد من أن تبدأ من الإنسان، يعني تغيير الإنسان، يعني الإنسان يبدأ بنفسه عاد وبعد يفكر في تغيير العالم. هنا إذا جينا نطرحوا هذا السؤال، رؤية الشباب للحضارة، شنو رؤية الشباب للحضارة؟ يعني كيف ينظر الشباب للحضارة؟ واش مازالوا يفكروا في أن الحضارة خاصة تكون حضارة إسلامية؟ واش مازالوا يفكروا في أن يعطوها طائفة معينة؟ واش يعني دابا الشباب إذا جينا نشوفه في اليوتيوب ونشوفه في الفيسبوك ونشوفه في كذا يبحث عن شيء جديد يوحد البشرية ككل، ونحن الإسلام يعني هو أيضا يبحث عن أنه يوحد الإنسانية ككل ويعطيها حريتها. وكمثال على ذلك نرجع للعلمانية، قريت كتاب مؤخرا نتكلم عن العلمانية، مش العلمانية المتشددة، يعني نتكلم عن العلمانية الأول ما خرجت. الأسس العلمانية هي حرية الديانة، حرية كذا، حرية كذا، حرية كذا، هذه العلمانية ماشي المتشددة الأخرى. فاش قريت الكتاب لقيت أنه الأسس اللي مبنية عليها العلمانية حتى ديننا راه مبني على نفس الأسس تقريبا، يعني حرية الديانة، حرية اختيار، حرية يعني نلبس الحجاب غير البش، حريتي الشخصية، حرية كذا. هذا ما يعنيش أني أنا نقول خاصنا نكونوا ضد، يعني نعطوا الحرية وما نمسحوش الناس، لا، ولكن جاني أنا الدين، الشباب المسلم كيعاني من مشكلة أن الدين أصبح عائق، مبقاش يعني أصبح عائق ولم يعد وسيلة للتطور، يعني هو الإسلام هو نورمالمون وسيلة للتطور، ولكن الطريقة اللي ننظر بها للإسلام هي اللي خلاته عائق، مبقاش متطور. الإسلام في عصرنا الحالي يعني هو قابل لأي عصر وأي فئة وأي زمن ومكان. نحن طريقة تعاملنا مع الإسلام يعني أنا أعتبره إشكالية كبيرة، لأنه ما طورناش الدين وجعلناه مواكب للعصر. الشباب أعطي مثال على هذا الفرضي اللي قلت، هو أنه غير تونس، أنا أصلي من تونس، الشباب التونسي اللي جينا نشوفون حلو كيفاش تصرف، يعني بعد ما وقعت الثورة وبعد يعني طاح النظام وكذا وكذا، شنو تصرف الشباب؟ الشباب شيء الجأ يعني بدا يبحث على أمر يطور به ذاته، ويبحث على أمر باش يضمن التطور في البلاد، شنو الاستقرار، قلب على الاستقرار، يبحث على الاستقرار. دونك شنو التصرف اللي عمل؟ هو مشى ديريكتومو انتخب حركة إسلامية بالمنظور من بعيد نشوفها إسلامية وكذا كذا، الناس طيبين وكذا إلى آخره، ما قلتش أنا ناس خايبين وكذا، ولكن نتفوق على أنفسهم عندهم مشاكل، وهذا مش موضوعي أنا. موضوعي أنا هو أنه الشباب فاش من بعد ما انتخب هذيك الفئة، ومن بعد ما بحث في الدين، ومن بعد ما شو طاح في يا إما صحيح أنك تولي علماني يعني ملحد، يعني ملحد وتخرج على الدين، يا إما تطيح في أنك تولي متشدد وولت أصلاً ظاهرة لبسة موحدة، ولت ظاهرة يعني ظواهر طائفية يعني شيئا ما. قليل الشباب اللي مشى يبحث كيفاش يستعمل الدين للتطور، ومش
كعائق للتطور. يعني كاين عندنا مشكل كبير في الوعي الديني. عندنا ايش يعني الى شفنا في قلت انا قبيله شفنا في اليوتيوب وكذا لقينا انه اغلبيه الشباب يبحث عن يعني القوم هكا حاطين جميع الطوائف وكيف الشدين بعضهم هكا وزعما التوحيد من اجل حضاره انسانيه. وهذا هو الكلام اللي مروج ليه هو كلام صحيح وحتى الاسلام يدعو الى هذا الامر. لذلك في رايي هو انه لابد من 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 انه كل شاب مسلم يعطي يعني يعطي نفسه شويه الانفتاح شويه وتعرف على الاخر يتعامل يدخل لمجالات اي مجال يعطي نفسه شويه الحريات في يعني احنا ديننا دين غايات مش دين شكليات. احنا عندنا الغايه. ما هي الغايه؟ يعني الحجاب غايته هو الستر وكذا كذا عنده مجموعه ضوابط. يعني لابد انك هذا مثال بسيط لابد انك تواكب العصر باش يتقبلك الاخر. يعني اول حاجه يتقبلك الاخر يشوف كانسان مبدع كانسان انيق كانسان بعد يتقبلك بعد ما يتقبلك يتعامل معك. ولابد انك تمشي بصفه العصريه يعني لازم تتعامل بطريقه عصريه باش يعني انا لقيت اغلبيه الشباب المعاصر سواء اسلامي ولا غير يعني اسلامي بين قوسين ولا ملحد بين قوسين لانهم يعرفوا شنو الالحاد ويمشوا ليها كيف غير يمشوا ليه فقط يعني كرد فعل يعني ما كيبحثوش على ما تيمشيش للوسط ما كيمشيش للطريق اللي تخليك منفتح وفي نفس الوقت تخليك وكانك يعني ما تستعملش الدين كعائق وفي نفس الوقت ما تستعملش كأسلوب ردع وأسلوب الأمر وأسلوب كده. يعني لابد يعني نقدر احنا نستغنيه على الدين ونتعامله غير بالصفات فقط. يعني تكون إنسان مستقل وتتعامل بصفات الدين تطبقه أنت على نفسك وتكون كإنسان تتكلم بتصرفاتك. أنا في رأيي أنا هذا العصر هذا عصر صمت خاص كسكت وتتصرف وتصرفاتك هي اللي تخلي الرسالة توصل ديك الساعة. أما بينا بقينا نتحدث راه تحدثنا كما قلنا في السنوات الماضية وما عطاش ثمار. تو وقت التطبيق وقت الصمت. علاش؟ لأنه هذا الخطاب أصلا الخطاب الديني ما بقاش مقبول من طرف الناس رفضوه أغلبية رفضاته. لذلك أنا يجيني خاص تكون أنت تفكر أنك تكون أنت بذاتك مثال حي طبق وتقبل الآخر وتتعامل وتتناقش وتسمع الأسئلة اللي كيطرحها يعني أي إنسان على الدين وتحاول تجاوب بطريقة لبقة عقلانية. يعني نحاول نتحلو شوية مابقاوش ديما. هذا هو رأيي بصفة عامة. كم كان عمر أبو الأرقام حين أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الجلسة معه في بيته خلال 13 سنة؟ كم كان عمره؟ هذه بدها علم عنده. كذلك الذين أسلموا في البداية عن يد أبو بكر الصديق العشرة المبشرين بالجنة ومنهم سعد بن أبي الوقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم كم عمرهم كان؟ الزبير بن العوام شحال؟ 14 سنة 15 سنة 16 سنة. هذو اللي كيسموهم المراهقون. لأن نحن لا نعتقد بأن المراهقة من ثقافتنا. لأن هؤلاء يعني أنا أعتقد أن الذي يبلغ ويشعر بمسؤوليته يبدأ في الشباب فهو شاب. فهم أتوا وقالوا هذه الفترة اللي فيها بناء الشباب وانطلاقة الشباب. قال يحيى يجوز له أن يصنع ما يشاء وخلاص ما تفهموش وكذا وسموها مراهقة. فإذا نحن حين ننظر إلى تاريخنا سنجد بأن كل الذين كان عليهم يعني الدور للخروج من بعض المآزق الكبيرة الحضارية كانوا شباب. والعصب الحقيقي العصب
الذي عليه تعتمد الحضارة للنهوض. فمثلا قضية التربية، التربية في البيت تبدأ من الأم، كما في المدرسة أو كانت في المسجد في المدرسة. التربية مثلا نعطي مثال آخر، ابن تيمية رحمة الله عليه في أي سنة ابتدأ يعطي دروسه في المسجد؟ الدرس الأول 11 سنة. أنا ما نقولش هذا راه يعني شيء خارق العادة، لا، ولكن هو الإطار العام، العائلة، الأم، المجتمع هو الذي صنع أمثال هؤلاء الناس. فلا بد أن ننظر إلى أن العمل الذاتي الأساسي الذي هو عمل، أنا أقول عمل الذي هو مؤسس يعني انطلاقا من هذه الرؤية العملية التي تنطلق بالأخلاق، أن تكون تشع مثل النور في المجتمع وتؤثر. فهذا الذي نفتقده ولا يمكن أن يقوم به أكثر من الشباب. نظرة أخرى، ما يعني هي نفس النظرة تقريبا، بمعنى أن الواقع الانفتاح، التميز الإسلامي لا يعني عدم الانفتاح على الناس واغتصاب الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك بالحديث أيضا، أنه الإنسان اللي بيتواصل الناس ويتحمل أذاهم حتى يعني خير من الإنسان اللي بيعتزلهم وكذا. يعني في كثير من الأمور الأساسية جدا في الإسلام نحن ابتعدنا عنها، ابتعدنا عنها نظريا وعمليا، ليس فقط عمليا، يعني بمعنى الطرح الإسلامي أو الخطاب الإسلامي في صح التعبير مرت فترة من الزمن، كان كل ما تشدد أكثر يعتبر حاله إسلامي أكثر، رغم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث يعني الشريف يعني يتحدث عن المتشددين وينعاهم أكثر بألف مرة من المسيبين. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ما شدد دين أحد إلا غلبه، إلى آخره. في كثير من الأحاديث عن المتشددين، سبحان الله، عن المسيبين ما في إلا قليل، يعني ما أعرف على الأقل حديث من هذا القبيل. ففعلا المعنى هذا معنى أساسي جدا، يعني بمعنى الخروج والتعامل مع الناس. يعني يمكن أقف ببعض ما تقولين بطريقة التعبير وليس بالمضمون، بمعنى أنه لما أنا أقول مثلا أنه الدين هو مو الدين، وأنه طريقة عرضنا للدين، وهذا اللي بتقصدي والله أعلم، وهكذا. ففي بعض الأمور الإسلام أبدا مو بعيد عن الأشياء اللي ذكرتيها، بالعكس أنا بعتقد أنه يعني طرح الإسلام بهذه الصورة هو العودة إلى طرح الإسلام كما أنزل، وليس كما قال فلان أو فلان. يعني نحن أيضا غير ملزمين إلا بالقرآن والسنة، وليس ملزمين بالاجتهادات. اجتهادات تتبدل من عصر إلى عصر، من وضع إلى وضع، من عقل إلى عقل، وأنا ملزم فقط بما هو قطعي الورود، قطعي الدلالة. يعني لابد أن يكون إما القرآن فهو كله قطعي الورود، أو حديث صحيح قطعي الورود والدلالة. أما إذا كان في معنيين بختار المعنى الذي يعني أقتنع به. ففي هذه الأمور الواقع في كلام كثير جدا، لكن يدور محوره فعلا أن نحن نحتاج إلى التطبيق العملي لما نعرفه عن الإسلام أو لما نتعلمه بشكل صحيح وبشكل مقبول. أختي يعني ذكرت أنا مثال قضية المجرمون، وما يعني لا نسأل عما تجرمون ولا لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تفعلون. زبق الواقع، الحديث نفسه زبق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأتيه اليهودي ويطالبه بشدة ويجرح حرارته لأنه عم يشد له لباسه، الواقع طريقة جواب اهدأوا يعني ما في شيء، أو الرجل الذي صنع ما صنع في المسجد فقالوا لا يعني لا تزعجوه. يعني كل إسلام من الواقع. قبل قليل ذكر الحديث كمان ما يعني ما كان العنف، ما كان الدين في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. كل ديننا هكذا، كل ديننا، كل دين الإسلام هكذا. لا نخلط بينه وبين الخطاب الإسلامي المنحرف، منحرف إيجابا أو سلبا. نحن واقع الطريق الإسلامي ما أنزل، أما منحرف إيجابا، في ناس فعلا بيعتقدوا أنه كل ما تشددوا أكثر بيصيروا مسلمين أكثر، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كل البيان،
قال فأنا أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنا وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني في بعض الروايات. يعني ما مش زيادة هي التي تعطي. والله عز وجل بالقرآن الكريم لم ينع على اليهود مثلا من بني إسرائيل أنهم الواقع خففوا، إنما قال حرموا ما لم يحرم الله عليهم. يعني مو بس انت انه تستحلوا ما حرم الله، انما حرموا ما حرم ما حل. والله عز وجل بيحذر من التحريم كما يحذر من اباحه المحرمات. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام تفترون على الله الكذب. يعني ما بسيط هذا الامر اللي ذكرتيه والله اعلم. نحن نحتاج الى طرح الاسلام طرحا، مو مساله عصريه فقط. يعني يطرح طرح كما طرحه ابن تيمية وهو من كبار العلماء وعظم العلماء في عصره اللي بدأ في 11 سنة يدرس، يعني طرح طرحا ممتاز لعصره. نحن نحتاج إلى طرح عصري حالي يناسب العصر ويناسب المعطيات في هذا العصر. جوهر الإسلام أنه وسطي، أنه لين، أنه متوافق مع الجميع، أنه منفتح على الجميع. كل الحوارات مع الكفار موجودة في القرآن الكريم، لا يرد عليهم بنقتلهم واسحقهم، وإنما يرد عليهم بأن نجاوبهم بما يقنعهم. والله أعلم. تنظر أن الإشكالية المطروحة هي إشكالية مش سهلة، نظرا لأن التحدي ديال النهوض الحضاري تيطرح إشكال صعيب. أولا لأن خص تكون هناك رؤية وتصور، وهذا التصور بطبيعة الحال هو مرتبط بالمجهود ديال المفكرين ديالنا وعدد من المساهمات الفكرية ديال مجموعة من العلماء اللي عندهم تصوير المستقبل، واللي تياخذ بعين الاعتبار بطبيعة المستجدات ما يجرى في العالم ديالنا إلى حد الآن. فهذا التصور تنزيل دياله على أرض الواقع ليس بالأمر الهين، لأنه سنعتقد ان التصور هو مشروع ديال المجتمع ديال الامه، وبالتالي خص التنزيل ديالو خصو تاطير. وهنا فين كاين المشكل اساسا، كيفاش يمكننا ننزلوا هذا المشروع الى ارض الواقع لنؤطر؟ كذلك هذا المشروع مرتبط بالانفتاح ديالنا على العالم الاخر. السي بوعياد قال بان يجب ان نكون لينين وان يكون هنالك تكاملا مع العالم الاخر اللي هو متقدم، من اجل باش نكسبوا المعرفه والتكنولوجيا والادوات لهذا التقدم. طيب العالم الاخر عنده واحد المنظومه قيام اللي تبتلديت، وبالتالي يرفض ان تكون هنالك طرف اخر له منظومه قيام. كاين هنالك رفض طبيعة الحال لأن كاين متغيرات على العالم. الناس اللي داروا الدعوة أصحاب الصحوة هذه 50 سنة عطاو ثمار فعلا، لكن حاليا كاين هنالك تجارب سلبية التي عرفها العالم الإسلامي إلى آخره، وانعكست بطبيعة وقع عندها انعكاس سلبي. فأظن أن الأمر ليس بالسهل، لكن لا يجب أن ننسى أن كانت هنالك محاولات في العالم الإسلامي، مجموعة المحاولات فشلت، وهنالك محاولات التي نجحت في العالم الإسلامي. ناخذ مثال ديال ماليزيا أو أندونيسيا أو بعد المثال في تركيا، كاين هنالك تجارب اللي عطات واحد الثمار، لكن كان هنالك محاولات. الأمل هي أن يكون هنالك وعي بهذا المشروع الحضاري بالتالي، والعمل على إيجاد الآليات للتنزيل ديالو حتى يمكن يبقى ترجمة ديالو حتى نتمكن من ترجمته في الأرض الواقع. شكرا. طرح تحت عنوان عمليا الآخر يجب أن نتعامل باللين وننفتح إلى آخره، كل هذا مطلوب، ما في لا يوجد أي نوع من أنواع الاعتراض عليه، لا يجوز أن يوجد أيضا. إنما يجب الواقع أن نميز في الآخر بين أكثر من جهة. الآخر ليس شيء واحد، ليس من جنس واحد، ليس من نوع واحد، ليس من تصرف واحد. هناك قيم يلتزم بها بعض الغربيين وبعضهم لا يلتزم، هناك أعمال يتصرف بها بعض الغربيين وينقضهم إخوانهم الغربيون. فنحن يجب الواقع أن نميز. لا أستطيع بحال من الأحوال أن أؤيد عمل مثلا لنقل فرنسا في أوغندا ولا في شو اسمها في يعني محل مكان رواندا عندما صنعت، لا يمكن أن أؤيدها. يجب الواقع أن أعترض.
فهناك بعض الأشياء التي يجب أن ننفتح عليها، قسم كبير من القيم يجب أن ننفتح عليها، يجب أن نتعامل بالود، يجب أن نتعامل بالعقل، ولكن هناك أشياء مرفوضة ولا يمكن أن نقبلها. وإذا قبلناها نكون الغرب نفسه، إن الغرب يدمر نفسه بهذه الظروف أحيانا، فيجب الواقع أن نرفضها. ما تفعله مثلا شركات الصيدلة، حتى لا نبقى بالأمثلة السياسية واحدة، شركات الصيدلة الواقع تمنع الدواء رغم وجوده من وصوله لمناطق معينة حتى لا ينخفض الثمن، لا ينخفض يعني الثمن بشكل عام، يعني تمنع حتى ولو فيها موت فيها حياة فيها كذا. فلا يمكن الواقع أن أؤيدها وعارضها وأرفع صوتي بشدة بالاحتجاج ضدها، ولكن يجب أن ننفتح على الإنسان في الغرب ويكون لنا علاقة فيه. هناك في الإنسان المفكر، الإنسان المثقف، الإنسان الاجتماعي العادي، الشخص العادي اللي يطالب بحقوقه أو لا يريد أكثر من حقوقه. الواقع نتعاون معه، بس ننفتح عليه، نتعاون معه في قضيته وقضيتنا في آن واحد، فهي قضية مشتركة والله أعلم. يعني هي بس ملاحظة على مجموع ما جرى تحت عنوان الانفتاح، يجب أن يكون انفتاحا متوازنا ملتزما بالقيم والله أعلم. ولا يكون كذلك إلا إذا انطلق من توابثنا. نحن نريد أن نتعلم كل اللغات مثلا الإنجليزية الآن التي سالت، لكن لا يكون على حساب اللغة الأصلية. يعني نحن من انطلاق لغتنا نتعلم كل اللغات الأخرى، وإلا سيتحول ذلك الانفتاح إلى توابث. طيب إذا سمحتم الآن، يعني نحن نأتي على إنهاء هذه الجلسة، ذكرت عن الكلمة أخيرة بعلق عليه. الله يبارك فيك يا أخي، ويجزيكم الخير جميعا. يعني سامحوني إذا صدر كلام غير مناسب، يعني التأكيد في جانب الواقع كثير حساس بطريقة عرضنا، واللي بعرفها بالحوارات مع غير المسلمين في الغرب. يعني أن الإسلام عندي عقيدة، لا شك عقيدة ديانة أستأدين بها، أريد الواقع أن أكسب رضوان الله عز وجل، أريد دخول الجنة. أما عندما أتحدث عن منهج الإسلام سواء في الجانب الحضاري أو الاجتماعي أو أي جانب من الجوانب، أبين جانب آخر. أنا أريد الإسلام لأنه الواقع عادل مع الإنسان، أريد الإسلام لأنه يصنع كذا وكذا لعامة الناس، أريد الإسلام لأنه أنصف البشر، وليس مجرد يعني ليس مجرد لأنه من عند الله عز وجل. هذه عقيدة، هذا جانب يتعلق بي. أما علاقتي مع الآخرين يجب أن تكون على أساس الشيء المشترك بيني وبينهم. أنا مشترك بيني وبين الكافر الدفاع عن حقوق الإنسان ودافع، الدفاع عن البيئة ودافع. أما أن أنغلق عليه لأنه كافر هذا لا يجوز، وهذا مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول شهدت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. والحلف كان بين الكفار، فليست قضية قضية إيمان وكفر، وإنما قضية قضايا مشتركة للإنسانية يتعامل بها المسلم على جميع الأحوال. إنما بيبقى أنه في أشياء مرفوضة لا أقبل بها بناء على الثوابت التي ذكرنا بها أخي الكريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا أخي نبيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا فرص أخرى لكن يعني نتابع هذا الأمر. ونحن سنحاول الآن عن طريق التواصل أن نبين الأنشطة التي في إطار المنطقة الحضارات. مثلا الآن عندنا في اللقاء المقبل إن شاء الله سنعمل على أن يكون لقاء حوار في 7 ديسمبر يوم الأربعاء، كذلك 7 ديسمبر، ويكون هذا اللقاء الحوار يعالج موضوع خصائص جيل النهوض الحضاري. هذا أول ما نبدأ به الآن، وهذه كلها الحمد لله أشير إلينا، لكن نحن الآن سنأتي بثلاث أساتذة ونعالج هذا الأمر إن شاء الله. وبعد ذلك سيكون لقاء آخر في فبراير وفي مايو، كلها حول جيل النهوض الحضاري التي هي في الحقيقة يعني استقناها من هذا اللقاء الآن، هو مقدمة لهذا العمل في هذه السنة إن شاء الله في إطار مرتقى الحضارات. أريد قبل أن ننهي هذا الأمر أن أذكر بأن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل والرسائل مثل القرآن،
للإنسان. الله عز وجل خلق الإنسان وأرسل له الرسل، فالمقصد الحقيقي من القرآن ومن الإسلام هو صلاح الإنسان. فإذا نحن إذا رأينا أحد غير المسلمين يعمل لصلاح الإنسان نحن نمد له يدنا، وهذا دور منطقة الحضارات كذلك. وجزاكم الله خيرا. نعم، قبل هذا الأخت صفية دائما عند هذا الحرص أن تجمع صور تذكارية للمحاضرين ونحن معهم إن شاء الله.